اطلع ليت فيش لي بحفل الفي ام ايز او بحفل توزيع جوائز الام تي في فيديو اووردز. انا بهيدي الحلقه من فاشن بوليس رح خبركن عن كل الاطلالات اللي كانت غير موفقه، وما رح انسى خبركن عن انجح الاطلالات كمان. كارول جي باطلاله تشي اللي سمعتوه مظبوط، وهيك وصفوها متابعينا، فهي بالفعل اختارت فستان ما بيتناسب ابدا مع السجاده الحمراء. كان لون فستانها كتير فاقع واختارته بلون الأورنج المزين بالفليم تبع النار من عند الصدر والرقبة. اطلالتها فاشلة وبتستاهل بحسب تقييمنا 2/10. أما أليساندرا أمبراسيو فاختارت فستان لاتكس باللون النيلي بلمعته الفضية. الإطلالة منا عاطلة، إنما الفستان متكرر وبشكل كبير. اللي كان حلو والملفت بإطلالتها هو رشاقتها، وهيدي الإطلالة بتاخد 5.5/10. صح عم نحكي عن الإطلالات الفاشلة، إنما كمان ما فينا ما نذكر الإطلالات اللي كانت كتير حلوة، من بيناتهم إطلالة ليسا اللي اختارت فستان كورسيه باللون البيج المغطى بوشاح من نفس لون فستان على راسها. هيدي الإطلالة كانت كتير حلوة وكتير ناجحة وبتستاهل 8.5/10. إطلالة تايلر سويفت كانت حلوة، بس مقارنة مع إطلالاتها بجولاتها الأخيرة فهي اعتبرت عادية. بهيدي الإطلالة اختارت شورت باللون الأسود مخملي مع حذاء عالي باللون الأسود، واختارت معه سترة مع تنورة باللون الخردلي والأسود. إطلالتها حلوة وبتستاهل 7.5/10. بعرف وكلنا متفقين على انه اطلالة باريس هيلتون كانت كتير حلوة، وانه اللون الفضي كان مضوى مع لون بشرتها، انما غلطتين صغار سببوا بفشل اطلالتها. الاول هو اعتماد باريس هيلتون لنفس اسلوب الفستان ولونه بمناسبة سابقة. الغلط الثاني تصميم الفستان الممزق من تحت اللي سبب بتقليل قيمة الفستان. هيدي الاطلالة موفقة نوعا ما ومنعطيها 6/10. وما فينا ابدا ننسى او نغض النظر عن اطلالة سابرينا كاربانتر اللي كانت حورية بحر بفستان باللون الفضي. صح انه سبق ومادونا لبست هيدا الفستان من قبل، الا انه اطلالتها بهيدا الحفل خطفت الانظار وبتستاهل هيدا الاطلالة 9/10. إطلالة سوكي واتر هاوس كانت من الإطلالات الفاشلة بالحفل، فهي اختارت فستان باللون الأسود اللي زينته بسترة من الريش المنفوش اللي ما كان أبداً لابق مع فستانها، واللي زاد إطلالتها فشل هو تركها لشعرها منصدر على كتافها بوقت كان لازم تختار تسريحة مرفوعة ومكياج يكون بارز مش باهت. إطلالتها غير موفقة وبتاخد 3/10. لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم. ما تنسوا اكيد تعملوا سبسكرايب وتضووا الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عنا. باي.